أهلا بيكم من جديد. يعني مهرجان العالمين لا يتوقف عن إبهارنا، وعشان الإبهار يكتمل لازم دايما نشوف عروض الألعاب النارية زي اللي بنشوفها برا مصر. يعني امبارح في حفل طبعا تامر حسني شفنا الفاير ووركس اللي دايما بيستعين بيها. تامر دايما عنده كده عناصر كمان بتنجح له جدا حفلاته زي الفاير ووركس، الكوريوغرافي اللي بيستخدمه الرقصات، الحاجات دي كلها. بس خليني أقف عند الفاير ووركس اللي أبهرت كل اللي شاف الفيديوهات على السوشيال ميديا. شاف قد إيه أحمد عصام مصمم التأثيرات البصرية والألعاب النارية مختلف، يعني في كل مرة بيعمل حاجة مختلفة. الفاير ووركس امبارح يعني كانت مزينة السماء كلها. هنعرف تفاصيل أكتر بقى من أحمد عصام نفسه، معانا دلوقتي عبر الهاتف. مساء الفل عليك يا أحمد، وببارك لك على امبارح. ازيك يا بسنت، عاملة إيه؟ ربنا يبارك فيك. يعني الفاير ووركس كانت واصلة لنا هنا في القاهرة. لا هي الحفلة امبارح كانت فظيعة بصراحة. الحفلة امبارح كان عدد كبير جدا 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 يشجع أي حد إن هو يطلع أحسن ما عنده. يعني انت وعدتنا ان هتبقى في حاجه مختلفه، وفعلا شفنا حاجه مختلفه. هي الحفله كلها كانت مختلفه. الحفله كلها كانت مختلفه بصراحه. امبارح كانت حفله مختلفه ومميزه، وكان حضر الحفله كمان شاف حاجات يمكن اول مره تكون موجوده في مصر، من اول الانترو للاوترو في نص الحفله، الستيج اللي كان نفسه بهيدروليك، اللي كان سيركل اللي كان بيلف، حاجات كتير قوي امبارح كان موجود. يعني متهيألي هم الساعتين كلهم كان كل تراك ليه شكل غير التاني، من لايتنج لسبيشال افكتس للفيجوال للستيج نفسه، حركه الستيج نفسها للدانسر. لا امبارح كان في مجهود رهيب الحمد لله، ان في الاخر الناس اتبسطت جدا الحمد لله. بالظبط، الناس انبسطت. التفاعل اللي احنا شفناه مع الناس اللي حضروا الحفله، ويمكن بعد ما حضروا الحفله كمان على السوشيال ميديا، تفاعل كبير قوي. رايك ايه في ده؟ والله بصي، هو النفس بتاعنا بصراحه هو الناس. يعني انت ما بتعمل حاجه بتستنى رد فعل الناس، لما الناس بتتبسط انت بتعرف تكمل وبتنسى التعب اللي انت تعبته. فرد الفعل اللي امبارح على الحفله خلانا متحمسين، ايه ده؟ طب اللي جاي ايه؟ يعني انا في كذا حفله جايه في المهرجان زي ما قلت لك المره اللي فاتت، فالواحد عمال يفكر من دلوقتي يحضر لهم عشان يعمل حاجات مختلفه وجديده، بما ان الحفله بتاعت امبارح دي حققت نجاح رهيب جدا جدا. فاحنا من غير الناس اي فن بتقدمه مهما كان هو ايه، غنى، تمثيل، فاير ووركس، اي حاجه، الناس هي الاساس. فرد فعل الناس طبعا ابهرنا لدرجه ان انا متهيألي تامر كلمني كان 10 الصبح ما نامش، كان قاعد كل ده بيجمع في الصور والفيديوز عشان ينزل للناس الحاجات. فلا في حاله كده من النجاح والفرح مخلينا ما حدش فينا نام لغايه دلوقتي. احمد، اكيد تحضيراتك مع كل فنان مختلفه عن التاني، يعني مش هنحرق اللي جاي، لكن احكي لنا على اللي حصل مع تحضيراتك مع تامر حسني، كانت عامله ازاي؟ دايما بتبقى التوليفه الحلوه اللي انتوا دايما بتعملوها مع بعض دي سببها ايه؟ سببها طبعا ان انا وتامر اخوات واصحاب، يعني عشره سنين طويله جدا. وغير كده بقى احنا الاثنين بنحب شغلتنا جدا، يعني تامر بيحب الشغل بتاعه جدا جدا، وانا بحب شغلي، واحنا الاثنين بنحب الناس. فبنحاول طول الوقت نعمل حاجات تبسط الناس، تكون حاجات مختلفه وحاجات تكون مبهره. فمثالي هو ده السبب ان احنا طول الوقت بنقعد نفكر في جديد. الحفله اللي فاتت قعدنا نفكر، اللي فاتت احنا السنه اللي فاتت تامر طلع طاير، فقلنا السنة دي عايزين نعمل حاجة مختلفة. فتامر طلع من سايد الستيج هو الدانسر، في الآخر خرج بعربية من فوق الستيج، وفي النص عملنا ستيج بيلف وحاجات بتطلع من تحت الستيج وحاجات نازلة من فوق مع الفاير ووركس. فيعني لا، الحفلة دي قعدنا، حتى ما كلمتك المرة فاتت قلت لك إن في مفاجآت كتيرة. حقيقي. يعني حتى تامر يمكن السنة المرة دي كمان عمل كام حاجة للناس، يعني عمل كام حاجة للناس، طلع متهيألي حد من الفان كانت كاتبة على الانستجرام عنده إن هي نفسها تطلع معاه على الستيج، فعملوا لها مفاجاه وجابوها وطلعوها على الستيج. يعني عمل لها بلايند ديت، يعني حاجه يس انا اعتقد دي حاجه هتفضل معاها طول عمرها فاكراها. أيوة ان هي طلعت مع تامر حسني، يعني ديت على الستيج. ما عشان كده لسه كنت انا بقول لك ايه، ان الاساس في الموضوع هو الناس. حقيقي. انت بتلعب كل حاجاتك وكل مجهودك عشان الناس. فطول الوقت احنا كلنا بنفكر في الناس، ايه اللي يبسط الناس، ايه اللي يخلي الناس بجد. خدي بالك احنا في الوقت اللي احنا فيه ده، عشان تنزل من البيت وتروح تحضر حفله لمده ساعتين وتدفع تيكت، دي حاجه كبيره. يعني لازم انت تحترمها كارت، فتحترمها بشغلك، تحترم انك تقدم لهم حاجات بجد وهم يفضلوا فاكرينها من سنه لسنه ويفضلوا مبسوطين بيها. فهي دي المسؤوليه. احمد، انت لسنين كتير قوي ما شاء الله مش بس متميز في الحته اللي انت فيها، انا يعني انا ده رايي الشخصي، انت منفرد بالحته دي.
قول لي سبب ده في كلمتين، يعني قول لي انت اكيد عندك ديديكيشن، اكيد انت بتحب شغلك جدا، لكن سبب ان انت الحته دي محدش مقرب لها غير احمد عصام، سببها ايه؟ والله خلص، لا هي مش كده، بس ان انت بس ربنا بيكرمك بافكار طول الوقت، ده بيجي لك من الحب، فانت لازم من الاول خالص تكون مصر على حلمك من جواك، وفي نفس الوقت ما حدش عطلك، يعني ما حدش حواليك وانت ماشي تلاقي في حاجات بتحصل فانت ممكن تتعطل وتتضايق، لا كمل. واهم حاجه انا في وجهه نظري انك تكون في الاخر خالص كل اللي انت قلتيه ده تقول ده كل ده ربنا، فتكون متواضع. يعني ما ينفعش تقول احمد عصام هو بقى لا، فانت تقول انا خلاص، لا لا انا حاسس ان انا لسه ما عملتش حاجه، انا بحب اللي بعمله ونفسي طول الوقت اكون بعمل جديد، وفي نفس الوقت نفسي ان تكون الناس مبسوطه باللي انا بعمله. خليك زي ما انت عشان انت بتبسطنا قوي كمان، وبتخلي كل حفله ليها طعم مختلف عن الثانيه، وبتعرف تميز كل نجم عن الثاني. بنشكرك احمد عصام والف مبروك على امبارح. سي يا فندم، شكرا شكرا، ميرسي، شكرا ليك، شكرا ليك يا احمد.